مساء استاذ محمد، بقاله كتير على التليفون. اهلا بيك يا استاذ محمد، بتتابعنا منين؟ بتابع حضرتك من القاهره يا فندم. اهلا بيك، احنا جيران كده. قول لي مشكله حضرتك ايه؟ طبعا. منين؟ من القاهره قريب، يبقى هنديله الشحن هديه. حضرتك مشكله حضرتك ايه؟ لا، هي المشكله مش مشكلتي، هي المشكله مشكله والدتي للاسف. هي والدتي سنها كبير شويه، هي وزنها دلوقتي وصل 105. تمام. فيها اي مشاكل صحيه؟ حوالي 165 170. تمام. ايه المشكله الصحيه اللي عندها غير زياده الوزن؟ هي مشكله، هي كبيره، فهي عندها سكر، وللاسف كانت تعبت كتير الفتره اللي فاتت دي، وكشفنا فالدكتور قال ان هي محتاجه جدا ان هي تخس عشان الموضوع ما يحصلش فيه مضاعفات. تمام. هي برضه هي مشكله ان هي عندها شهيه مفتوحه طول الوقت وبتحب السكريات، ففكره اكل الحلويات دي عندها طول الوقت لازم تحصل، فطبعا مع السكر مع زياده الوزن فاحنا مش عارفين نسيطر على الموضوع. لا، انت النهارده اتصلت في الوقت المناسب، ما حاجه تسد الشهيه برضه، يعني مش عارفين نوصل لحل. لا بص بقى، عشان خاطر انت بار بوالدتك ربنا يديها الصحه، فاحنا النهارده عاملين لك مفاجاه يا استاذ محمد. انت لو خدت الكورس لمده شهر هتحصل على خصم 40%، شهرين 50%، 70% لو انت حبيت ان هي تخس وتثبت، فهي هتقدر توصل معانا من 8 ل 12، وكمان لو التزمت بالتعليمات ممكن توصل ل 15 كيلو في الشهر. وكمان بالنسبه لمشكله السكر يا دكتور، هو فأنا كويس عندي جدا ان هو الجارسينيا. ربنا يبارك لها فيه يا رب. انا عندي الجارسينيا يا دكتور استاذ محمد، خليك معايا. الجارسينيا مفيده جدا للعظم، للتحكم كمان في مستويات السكر في الدم، الارتفاع السريع ليه، لا هي هتقضي عليه تماما. وكمان بالنسبه للشهيه المفتوحه، فانا عندي قشور السيليا ممتازه، لو خدتها قبل كل وجبه على نص كوبايه ميه بتعمل لها بالونه، فاكنك عملت لها عمليه تكميم، مش محتاجه تاخد اي حجه ان هي تخس. لو كانت عايزه تاخد طبق كبير لا، هتلاقي طبق صغير. لو حاسه ان هي عايزه تاكل هتلاقي ان هي اصلا بتشبع بمجرد معلقتين ثلاثه. فالنهارده العرض مناسب جدا ليك، كورس ايرفا يحل لها كل المشاكل دي، حتى المشاكل الموجوده في العرض. ما انا عندي الجارسينيا هتعالجها، عندي الخرشوف، الفايتامين اللي فيه. ايرفا احسن حاجه فيه ان هو كمان مناسب لكل الاعمار. لا هو يعني مناسب لكل حاجة الاعمار. دكتور هو مطمن، مرخصه من وزاره الصحه، يقدر يسال عليها في اي وقت، ما يخافش علينا يحصل لها اي مضاعفات. وهو كمان فيها كالسيوم عشان عظمها، يعني الشكوريا كويسه جدا، فيها كالسيوم وفيها حديد وفيها امينو اسيد، فيها كل انواع الفيتامينز، عشان هي يعني سنها كبير فهتحسن لها طبعا. فانت النهارده يا استاذ محمد تقدر تحصل على الكورس من خلال ارقامنا الموجوده على الشاشه وصفحه الفيسبوك وكمان الواتساب. ما تنساش الشحن ليك مجاني في اي مكان هتكون موجود فيه، الخصم 40% على كورس الشهر، شهر 50% على شهرين، و70% على 3 شهور. انا شايفه ان هو فرصة ممتازة جدا لو خد كورس الثلاث شهور. كورس الثلاث شهور بيضمن لي ان انا خلاص، هي فكرة يا دكتور ان انا خلاص انا بحجم الشهية او بحجم المعدة وخلاص، المعدة هتتعود بالظبط، بتتحجم على اكل معين. وكمان هنعالج المشاكل الصحية التانية، لو حد عنده مشكلة في الضغط، مشكلة في السكر، عندنا الضغط في شيء اخضر، فطبعا هايل جدا لعضلة القلب وبيظبط الضغط. عندنا الناس لو عندها مشاكل في السكر او عندها امراض سكر كويس جدا وبتزود الحرق، عندنا التوت البري خطير. كويس جدا للعلاج، للعلاج السكر كمان. الناس عندها مشاكل في الاعصاب او في الاطراف، عندي توت البري حلو جدا، حلو وكمان الجارسينيا جدا. هو كمان التوت البري هو عملوا كده يعني زي دراسه عليه في المنظمه الكنديه ان هو هايل جدا في علاج الناس اللي عندها سكر، وان هو بيقلل السكر في الدم وبيزود الحرق، فهو هايل جدا.